تكنولوجيا المعلومات الجغرافية بتشهد اليوم تطور كبير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وانسجاما مع هذا التطور الكبير والطلب المتزايد على هاي التكنولوجيا على المستويات المختلفة، فإننا في جامعة القدس في كلية القدس المهنية نطرح برنامج دبلوم في نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية هي عبارة عن نظام حاسوبي يدمج ما بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي من خلال جمع ومعالجة وتحليل ونمذجة البيانات المكانية والغير مكانية من أجل دعم القرارات وحل الإشكاليات والتخطيط المستقبلي. هذا التخصص وقع أنه الطالب فيه يكسب مهارات أهله بشكل كبير جدا لسوق العمل، تعطيه المفاتيح الأساسية لأنه يعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية وما يتعلق فيها من مهارات مثل التصوير الجوي ومعالجة صور رقمية والاستشعار عن بعد والجي بي اس، نظام التوقيع العالمي، كما أنها تطرح تطبيقات مثل تطبيقات الخرائط على الهاتف المحمول موبايل جي اي اس، واللي بتستخدم بشكل يومي في جميع مجالات الحياة مثل التعليم والصحة والتخطيط والتسويق والسياحة وغيرها من المجالات المختلفة، تجعل من هذا الطالب هو المنافس الأقوى في سوق العمل في البلديات وفي الوزارات وفي المؤسسات الإنسانية والمؤسسات العاملة في حقل جمع البيانات مثل جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات الـ NGOs، ورح يكون عنده قدرة على أنه يدخل سوق العمل وينافس بقوة بسبب هاي المهارات اللي راح يكتسبها من هذا التخصص.